قال أمين عام المساعد للشؤون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي كريم عادل إن نجاح المرحلة الأولى بمخرجاتها وتوصياتها للحوار تعد الداعم الرئيسي للمرحلة الحالية لاستكمال مسيرة العمل والخروج بتوصيات مطمئنة للشارع المصري. وأضاف أنه تمت مناقشة مقترحات من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال المرحلة الحالية. الحقيقة طبعا يعني أن نجاح المرحلة الأولى بمخرجاتها وتوصياتها وآليات إدارة الحوار بتعتبر هي الداعم الرئيسي للمرحلة الحالية اللي بدأ اليوم. المرحلة الحالية ستكون يعني استكمال لمسيرة العمل الأولى وخروج مجموعة من التوصيات في مختلف اللجان ومن ضمنها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. أعتقد ده نقطة مطمئنة للحاضرين بخروج توصياتهم، مطمئنة للشارع المصري، ستساهم خلال المرحلة القادمة في تحقيق حالة من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.